هنشوف دلوقتي شقة 3 غرف وصالة مساحة 185 متر، بيجي معاها 3 حمامات. عندي هنا ده المدخل، ده هنا الباب. المجمع لسه جديد والشقة لسه جديدة. الباب رسمته او شكله نفس الباب اللي قدامنا دوت كده بالظبط. خلينا نشوف الشقة من الداخل. عندي هنا ده المدخل. اول ما بدخل انا بدخل على الصالة على طول. دي مساحة الصالة. طبعا التدفئة بتاعتها تدفئة ارضية، الارضيات كلها سيراميك بالكامل. البلكونة بتاعتها كبيرة، هنخرج لها بس خلينا نشوف المطبخ. بيجي بعد كده عندي هنا ده المطبخ. من المطبخ بقدر اخرج برضه على نفس البلكونة. عندي هنا دي الصالة، ومن الصالة للبلكونة على طول. البلكونة زي ما قلت لكم مساحتها كبيرة، الطلة بتاعتها مفتوحة على الطبيعة والجبال، بس طبعا الجبال مش باينة عشان خاطر الجو. عندي هنا ده المطبخ، ده هنا مكان للسخان التدفئة او للمية السخنة. طبعا البلكونة دي لو اتقفلت ازاز تبقى قاعدة جميلة جدا سواء في الصيف او في الشتاء. وبعدين التدفئة الارضية كمان بتوصل معايا لحد البلكونة، بيبقى فيها برضو تدفئة ارضية. خلينا نكمل تصوير الشقة. عندي في الجزء دوت هنا ممكن الجزء ده نستخدمه كدولاب. عندي هنا ده حمام صغير، حمام ضيوف. وعندي هنا دي غرفة، غرفة مساحتها كويسة. بيجي بعد كده عندي هنا غرفة لغسالة الملابس او ممكن تستخدم كمخزن. عندي هنا ده حمام كامل، بيجي كامل مع الشاور. هنا دي غرفة رقم 2. بعد كده بنيجي للغرفة رقم 3 اللي هي الماستر. الشقة زي ما قلت لكم مساحتها 185 متر. عندي هنا ده حمام الغرفة الماستر، مكان الشاور. بيجي معاها بلكونة من الخلف. عندي البوابة بتاعت المجمع اللي هي البوابة اللي هناك ديت. السيارات طبعا كل سيارة بتركن قدام البلوك الخاص بيها. هو المجمع بس عبارة عن 4 بلوكات.